تم الثورة بسم الله الإيران، والحمد لله الثورة والله أكبر كبير. الأمريكية ما بعد يقول ربي وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، يعني النفس هذيك ضاعت وضاع صاحبها. لماذا؟ لأنه كان لا يفعل ولا يقول إلا جرما، لا يقول إلا باطلا، لا يقول ولا يفعل إلا ظلما وعدوانا. إذا الكمية الهائلة من إنس الجن اللي قاعدين خايضين في الظلم الشيطاني البغيض، هؤلاء مش يكون ألمهم أبدي. وأنواع الألم انظرونا من خلال الآيات القرآنية التي تذكر التنوع من الألم، مش ألم الدنيا وحده. يا ابننا ما تقولش أنا تلبست ياسر بعدين ألم مرض جاء من علاقة جنسية غير شرعية، لا لا مش هيك الألم. عندك ألم آخر، تشرب ما يغلي يمزق اللبسات، يقطع أمعاءك، نور روبيكورون يعني نشطك، لا يضر يزيدك من لا على بلا. أنت لم تقدر المولى حين كنت حرا، الآن ترى ما لم تشتهي نفسك، وأنت كما تقول مرغوب، أنا مغلوب أن تنال ماء يغلي يهري لك ويقعر لك ما في البطون. فهمت ولا ما فهمتش؟ اليوم تستغنى عن الله وعن دين الله وتحارب أهل الله، فإحنا كل مسالم. قلنا لكم المرة اللي يقولوا بكم هم أتعس الناس فيكم، وتقولوا الناس على دين الملوك، انتم فتوا كشعوب فساد ملوك، الاخر هما يستمتعوا شويه، وانتم خدام بالله اليوم تكونوا تاخذوا الشتائم كما كنت البقايا الفتات، وتعيشوا أدلة صغيرين لهؤلاء الطغاة، وتعيشوا الأمراض والتغذية، ولا واحد يسأل عليك لأنك ما عادش تقدم سيدك بالليل والنهار. يا شيخ يا شيخ يسوي تساعد الظالمين، والسلام على أهل الإسلام.